يستغنوا عنا في العبور. ادي النصيبه السودا هي ناقصه؟ اشمعنى انت بالذات يا اخوي؟ انت عملت حاجه؟ هنعمل ايه يا سكينه؟ هو العبور في حاجه تتعمل؟ استغنوا عنه وعن نص العمال. حال البلد وقف يا سكينه، والشغل شح، والعواطليه بيزيدوا يوم ورا يوم. يا اخويا ايه النحس اللي ملازمنا ومش عايز يحل عننا ده؟ انا مش عارف نعمل ايه. طمنيني، ازاي رجلك دلوقتي؟ زي ما هي. زي ما هي؟ ما هو لقيتك كده من غير ما نعرف مش حلو. اني هنجيب لك مزاي. وهنجيب فلوس للمزاي منين بس يا عبده؟ اني هنرهن الهدمتين اللي عندي والساعة أم كاتينة اللي نحتكم عليها. ما هو الزبيب ممكن يضيع عمره. لا يقول المهلبي. الولاية دي لازم نموتوها. الله، ما احنا كنا خايفين نسرقوها نقوم نموتوها. يا ريتنا موتناها وخلصنا منها. انا خايف الحرمه دي تفضحنا وتقول ان احنا كنا عايزين نسرقوها. مش احسن ما تقول علينا قتالين قتله؟ هتقول لي مين يا اعرابي؟ ده انت مخك بقى تخين قوي. هتقول لي مين؟ هما الميتين بيتكلموا، ما احنا هنموتوها. مش جايز تفلت من الموت زي ما فلتت من السرقه؟ ردوها سيره وبلاش الكلام ده. انا ما بنهزرش يا حسب الله. الولايه دي لازم تموت، يعني لازم تموت. الله، وده يحصل ازاي وفين؟ نعملوها ازاي دي مفكروا فيها مع بعضينا. يحصل فين؟ هنا او في بيت ريا. مين قال لك بقى ان ريا هتوان؟ ولا سكينه؟ طبعا عال ده هنقولوا له ولا هنداروا عليه؟ لا، ما احنا متفقين ان احنا كلنا نبقى عيله واحده وايد واحده. ايوه ده حصل. خلاص، يبقى لازم كلنا نبقى مع بعض في العباره دي. ولو النسوان ما وافقتش؟ مفيش حاجه اسمها ما وافقتش، لازم يوافقوا. الله، بالعافيه يا عبد الرازق. لا، بالفهلوه يا حسب الله، بالتحلبه، بالرسم، نفكروا مع بعضينا نجيبوا رجليهم ازاي ويانا. نكرهوا الرايه في الولايه اللي اسمها خطر، مش كده؟ وافرض ده حصل، ايه اللي هيحصل يعني؟ هي اللي هتقول بالفم المليان موتوها. يا ابن الابل يا عرابي. الله، ما انت نفوخك شغال اهو. ايه؟ هو قال ايه؟ هي مش مراتك بتغير عليك. ما انتوا عارفين الحكايه وعلى عينك يا تاجر. انت هتتجوز خضره حسب الله، هي دي الرسمه. اني؟ انت عايز ريا تقتلني؟ الله، وانت هتتجوزها بصحيح؟ امال يعني هتجوزها بهزار؟ انا هفهموك عبد الرازق عايز يوصل لايه. هو عايز ريا تفتكر انك هتتجوز خضره. ساعتها لو ما قلناش احنا اننا هنموتوها، ريا هي اللي هتقول لنا موتوها. طب ومين اللي هيوصل لها الرسمه؟ مفيش غير سكينه. مش معنى سكينه. اول هام قرشة ملحتك وحاطة نقراها من نقرك. تاني هام رأي بتصدقها. تصدقوا بالله رجالة؟ لا إله إلا الله. أنا لولا عامل حساب رأي كنا نتجوزها المرة دي إن شاء الله ليلة واحدة. خد لي بالك يا عرامي، حسب الله هيموت عليها، عينه طلع على الحرمه ومش هينة عليه. رزلتك يا حسب الله. الحمد لله على سلامتك يا اختي. ده لولا عبد العال حكم رايه يوديني للمزين كانوا قطعوها لي. بعد الشر يا بيت. الله، ده انت بكره تبقي زي الفل وتمشي عليها وتبقي عسل. يعني هنقوم نعمل لك لقمه تقوتك. اقعدي يا راني عاوزاكي. خير؟ حسب الله هيتجوز عليك. يتجوز عليا يعني؟ مين اللي قال لك؟ لا انت ما تعرفيش. مين يا بنت اللي قال لك الكلام؟ عبد العال سمع رجالتك بيتودودوا في الحدوته دي. ومين دي المحروسه اللي عجبت جوزي هيتجوزها عليا؟ اللي انت عنياها اليومين دول وحطاها تحت باطك خضره.
خضرة ايه يا مارا اللي هنبصلها؟ الله، انت عرفنا فوقك حاجة؟ هو انا هننسى دهولتك عليها اما شفتها اول مرة يا راجل يا ناقص؟ ما انا لو كده ما كنت صدقت اللي اتقال. الله، وانت اي حد يطرش في نافوخك اي كلام تصدقيه، مش رايه اللي كلمة توديها وكلمة تجيبها. ما هني اكلوا قالوا لي على حرمة تانية، يمكن ما كنت صدقت. ده انت معربنة على عركة بقى من زمان. لاني مش معربنة على عركة، تاني معربنة على عمرك. وبعدها لك اتلم يا ريا لما ايدي عليك. اتلم بايدك على مين يا روح امك؟ تاني حاطه لساني في حنكي وتقول معلش؟ ادم على الطاير معلش وسابك تقطع زي البغل في الزريبه، عايز كمان تتجوز عليا؟ نزلي ايديك يا ريا خنقتيني بدل ما نمد ايدي عليكي. تقدر؟ داني نقرقشوا لحمك وناكلوا عظمك، داني المعلمه ريا يا جربوع. الله 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 الله، استهدوا بالله يا جدعان، جرى ايه؟ لا ده حلو واحد واحد وصابت، ده انت تحسوك واصل للشارع والخلق اتلمت كده. نزلي ايدك يا معلمه، نزلي ايدك بالهداوه كده كل حاجه هتتحل. ما انتوا راسين على الدور يا رجال، المعلم اللي لحم كتفه من شقايه عايز يجيب لي ضره؟ دي لعاشت، دي لعاشت ولا كانت ضره حسب الله. وعلى مين؟ على المعلمه ريا. انا نصحته كتير قوي يا معلمه، وقعدنا نقول له حسب الله عيب، حسب الله ما يصحش، ما يصحش تتجوز واحده كانت شغاله عند المعلمه. قلت له يا معلمه، قلت له حد يبقى متجوز المعلمه ريا ويبص الحرمه زي خضره؟ الحرمة ده نقتلوه، نقتلوها وندفن الاتنين تحت الرجل. عيب، لا عيب يا ريا، عيب ليه؟ مفيش رجالة ولا ايه؟ ده انت تؤمري، تؤمري ده ايه؟ انت تقشري واحنا نخلصوا لك عليهم هما الاتنين. لا نخلصوا لك عليها هي بس. وساعتها بقى حسب الله اللي هيبص كده ولا كده. ما تزعليش منه يا ريا، انا راجل فكر على قدي وقلت نساعده في الايام السودة دي، نجوزه المرة دي وناخدوا الصيغه وبعدين نطلعوه. على رايك الكلام ده يا راجل يا طيف، استل رب خير من الشتاء. هدي نفسك يا معلمه، هدي خلقك امال، خلاص حسب الله هيشيل الموضوع ده من نافوخه خالص، مش كده حسب الله؟ واني هنشوفولك تصريفه في الحرمه الخاينه دي، هنخلصوك منها خالص، وشيل ده من ده يرتاح ده عن ده. شفت رزالة اكتر من كده ولا ها؟ ها؟ يخرب بيوتهم وبعدين؟ انا بنلف على رجلي طول النهار يا سكينه، على وابور وابور، كلهم يقولوا لي احنا بنستغنى عن العمال مش بنشغل حد جديد. انا مش عارف نعمل ايه وانا عواطل كده. ده يا اخويا الوكسه السودا اللي احنا فيها دي، يا ايام سودا بنقضيها ويا عالي ما تودينا على فين. باقي معاك فلوس كام؟ ريال ونص. طب وبعدين يا عبد والعمل؟ طب الاول ناكل وبعدين نفكر هنعمل ايه. كل انتني ماليش نفس. ما انت عارفه يا سكينه اني ما نقدرش نبلع اللومه من غيرك وانت ما اكلتيش. تعال تعال يا سكينه وخدي. مش كفايه انك بتخدميني وانت بتزكي؟ كل يا معلميه، كل يا سكينه قلب، كل كل انت الاول يا عبد. طب وكتاب الله المجيد لو ما اكلت لنسيب الاكل ونقوم؟ كل يا سكين، كل يا مهلبيه. يعني عايز اكل بسرعه بقى عشان انزل للزفت حسب الله اشوفه عاوز مني ايه.